بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه المحاضرة هو تعلم الهندسة الميكانيكية من الماء. وطبعا هذه المحاضرة هي في سلسلة تطبيقات عملية من الآية في الماء. فالله عز وجل علمنا في القرآن الكريم آية عظيمة في الماء، وطبعا أنا بيّنت هذه الآية بحمد الله عز وجل في محاضرات عديدة، ولكن سأعطي ملخص سريع لهذه الآية لكي تستطيع أن تتابعوا إن شاء الله هذه المحاضرة. فيمكن فهم الآية في الماء من تفكر في سورة الأنبياء آية رقم 30، فيه يقول الحق جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. استقرار العظيم. فالآية في الماء في قول المولى عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكلمة الجعل معناها تحول الصيرورة، يعني التحول من شكل لآخر مع بقاء الشيء ذاته. على سبيل المثال أنت تقول جعلت الفخار صحنا مثلا، يعني جعلت قطعة فخار صحن، الآن يعني تحولت الهيئة أو الصورة أو الشكل من فخار بشكل طين أو مادة طينية إلى صحن، ولكن الفخار بقي كما هو بخصائصه بكل أموره. فعندما يقول مولى عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني كان ماء وأصبح بشر، كان ماء وأصبح حجر، كان ماء وأصبح ملائكة، يعني تغيرت صورة الماء إلى بشر، ولكن يبقى هذا البشر ماء بكل ما تعنيه الكلمة. أعطي مثالين سريعين لهذا الأمر. مثال الأول كما تشاهدون أمامك على الشاشة، مبين على اليسار عبارة عن تركيب ذرات الماء وجزيئات الماء. عندما يكون الماء في حالة صلبة يكون في حالة الثلج، وبما أن الله جل جعل من الماء كل شيء حي، إذن كل هذا الخلق يجب أن يكون تصميمه الهندسي من الداخل مثل الماء، الشكل السداسي. ونلاحظ على اليمين مثلا خلايا النحل وهو نظام حي، نجد بأن الله عز وجل خلقه على هيئة الماء وهو ماء ولكن بشكل مختلف، شكل نحل. نلاحظ تصميم سداسي في خلايا النحل، وطبعا هذا التصميم السداسي في كل شيء، في جسم الإنسان، في العضلات، في العظم، في النجوم، في الضوء، كلها لها ترتيب سداسي من الداخل. حتى الفوتونات الضوئية ترتب ترتيب سداسي، يعني الملائكة جسمهم من الداخل لهم ترتيب سداسي مثل الماء تماما. مثال آخر، الطاقة في الماء، مبين على اليسار بأنه خلق الله عز وجل آلية انتقال الطاقة في الماء، بأنه إذا رميت حجر في بركة ماء تنتقل الطاقة على شكل دوائر متحدة المركز. فبما أن الله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي، كل شيء في هذا الوجود الطاقة فيه تنتقل على شكل أمواج الماء، على شكل نفس آليات انتقال الطاقة في الماء. فنجد مثلا الانتقال الطاقة الميكانيكية في الزلازل على شكل دوائر متحدة المركز، انتقال الطاقة الضوئية مثلا من الشمس على شكل دوائر متحدة المركز أيضا. فإن شاء الله هذه الأمثلة بيّنت كيف أن كل هذا الخلق الله عز وجل خلقه من الماء. وطبعا هذه آية عظيمة جدا، قدرة الله عز وجل يخلق كل هذا التنوع من مصدر واحد وهو الماء، وهذا يشهد على وحدانية الله عز وجل، أنه كل هذا التنوع في الخلق له خالق واحد وهو الله. مثل أن الله عز وجل خلق من كلها من الماء كل هذا التنوع في المخلوقات. فسبحان الله العظيم وقدرة الله عز وجل في الخلق، تبارك الله أحسن الخالقين. الآن نأتي إلى كيفية تعلم الهندسة الميكانيكية من الماء. المنطق هو بما أن الله عز وجل خلق كل هذا الكون من الماء، إذا فهم الماء فهم الكون بكل خصائصه بكل تخصصاته بكل شيء. فأعطي مثال في الهندسة الميكانيكية. في هناك مشكلة في الهندسة الميكانيكية والكهربائية وهي التالي، كما تشاهدون معك على الشاشة، هناك مثلا قطع إلكترونية تصدر حرارة عالية مثل الكمبيوتر، المعالج المركزي في الكمبيوتر يصدر حرارة، لأن هناك بحاجة لتبريد هذه الحرارة أو سحبها بشكل سريع من المعالج. فكما تشاهدون معك على الشاشة هذه القطعة المعدنية الكبيرة تسمى الهيت سينك، يعني عبارة عن تصميم معين لتزيد مساحة القطعة الإلكترونية اللي تحتها لتتم تصريف الحرارة بشكل كبير. هذه يعني من تطبيقات الهندسة الميكانيكية والكهربائية. الآن
هناك مشكلة بأنه نريد سطح يعني يبرد بشكل سريع جدا، نريد أن نرفع كفاءة التبريد الحراري. الآن كيف من فهم الماء يرشدنا الله عز وجل لكيفية فعل ذلك؟ إيجاد تصميم له كفاءة عالية في التبريد. كيف؟ عن طريق الآية في الماء. إذا تفكرنا في الماء، وكما قلت المنطق هو بما أن الله عز وجل خلق كل هذا الكون من الماء، إذن يجب أن تكون كل أمور الكون وقوانين الكون في الماء. فإذا نظرنا إلى سطح الماء، نجد إخواني إخواتي كما تدعون على الشاشة بأن سطح الماء هو موجي، يعني ليس مسطح ولكن على شكل أمواج. وإذا ربطنا هذه الحقيقة بكيف الله عز وجل سخر آليات تكون السحاب، فبشكل سريع جدا السحاب يتكون بأنه الشمس تسخن الماء، يتم تبخير الماء من المحيطات والبحار، يصعد هذا الهواء الساخن إلى طبقات الجو العليا، يبرد ويتكثف ويصبح سحاب، وهذه الآلية بشكل سريع جدا. الآن هنا السؤال، نحن نريد سطح يستطيع أن يعني يتبادل حرارية بشكل سريع جدا. الآن بما أن الله عز وجل خلق كل شيء في أحسن تقويم، إذن الماء يريد أن يمتص حرارة الشمس بشكل سريع جدا لتكوين السحاب. إذن إذا تفكرنا في كيف الله عز وجل خلق سطح الماء، وتفكرنا في كيف يعني هندسة الله عز وجل المثل الأعلى في سطح الماء، نستطيع أن نتعلم أفضل كيف يكون أفضل سطح للتبادل الحراري السريع. فإذا تفكرنا في الماء، نجد أن الله عز وجل خلق الماء على شكل أمواج، على شكل موجي، يعني في الرياضيات مثل الساين ويف. إذن أفضل شكل يبرد حرارة بشكل سريع ويستقبل حرارة بشكل سريع يجب أن يكون على شكل أمواج الماء، يعني يكون السطح مموج. أما في الهندسة الآن معظم السطوح تكون مسطحة وأفقية وملساء وبدون أي تموجات. أما من القرآن الكريم، إذا عملنا سطح على شكل أمواج تكون مساحته أكبر وبالتالي التبادل الحراري فيه أكبر. إذن وطبعا هذا يعني في جسم الإنسان سبحان الله العظيم، في جلدك، الجلد إذا كبرته تحت الميكروسكوب تجد بأنه له أمواج، يعني جلد الإنسان ليس مسطح ولكن على شكل موجي مثل الماء. وهذا طبعا من رحمة الله عز وجل ليزيد التبادل الحراري لكي أنت تبرد، يعني الحرارة التي تتولد في جسمك يتم تصريفها بشكل سريع جدا. هذا طبعا من رحمة الله عز وجل علينا. إذن الاستنتاج من القرآن الكريم لخصته في هذه الصورة، نتعلم بأنه يجب علينا تصميم السطح الخارجي المبادل الحراري على هيئة أمواج الماء للحصول على أكبر مساحة سطحية وبالتالي أسرع تبادل حراري. إذن الجواب من القرآن الكريم بشكل واضح جدا من آية في الماء. الآن لنرى، يعني قمت بعمل نموذج حاسوبي بالكمبيوتر للمقارنة بين سطح أفقي كالذي يستخدم الآن في الهندسة الميكانيكية وبين التصميم من القرآن الكريم بأنه يجب أن يكون سطح مموج أو على شكل موجي مثل أمواج الماء. فهذا سطح مسطح بدون أي تعرجات على السطح، فوضعت عليه مثلا ظروف معينة والكمبيوتر حسب مقدار التدفق الحراري من هذا السطح، وأعطى الكمبيوتر جواب أنه 37 وات لكل متر مربع، هذا الكثافة التدفق الحراري. يعني قمت بتعديل السطح كما جدناك على الشاشة بوضع على شكل أمواج مثل أمواج الماء، ووضعت عليه ذات الظروف التي وضعتها على السطح الأول، فأعطى الكمبيوتر سبحان الله العظيم بأن قيمة التدفق الحراري 47 وات، كان الأول السطح الأول 37 وهنا 47، زيادة كبيرة في التدفق الحراري بين الحالة الأولى والحالة الثانية فقط بتغيير شكل السطح للشكل المموج مثل أمواج الماء، مثل شكل الماء في المحيطات والبحار. فنلاحظ سبحان الله العظيم تطبيق عملي. إذن هذا السطح المموج لو وضعت تحته قطعة إلكترونية ساخنة درجة حرارتها عالية سيقوم بتبريدها بشكل أسرع كثير بكثير من أن تكون أمور مسطحة كما هو الحال في الهندسة الآن. فنلاحظ سبحان الله العظيم إخواني إخواتي كيف الله عز وجل يريد الإنسان المؤمن أن يكون معلم الآخرين وليس المتلقي الذليل، ولكن لابتعاد الناس عن فهم القرآن وتطبيق القرآن يجد أنفسهم متلقين أدلاء الآخرين. فالحل لنا
أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل عن طريق التفكر فيه وتطبيقه، وليس فقط القراءة السردية، التفكر فيه وتطبيقه كما أعطي الأمثلة في هذه المحاضرات. ولمعرفة تفاصيل أكثر هذا الموضوع، رجاء تفضل بذات موقع شبكة الإنترنت www.quran-miracle.com. يمكن التواصل معي عن طريق بريد إلكتروني zquran@gmail.com. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.